هي الصفة الكاملة لحجاب المرأة. الصفة الكاملة لحجاب المرأة أن تغطي عن الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها جميع بدنها. لا. هذه هي الصفة الكاملة المتفق على أنها أبعد ما يكون عن الفتنة. وأما بالنسبة للمحارم منها فإنها تبرز للمحارم ما يظهر منها عادة مثل الكفين والقدمين وأطراف الساقين وأطراف الذراعين وكذلك الرأس والوجه لأن هذا مما جرت به الآن. لا.